أن الله جل جلاله سبحانه ينزل ثلثي الليل فيقول هل من سائل فأعطيه؟ بعد كده مين اللي ينام؟ لو مشتاق ما تنامش، لو مش مشتاق نام. نام نام يا أخي، هو أنت محتاج حاجة من ربنا؟ اللي مش محتاج حاجة من ربنا هو اللي ينام. أما المسكين الفقير المحتاج ما يجلوش نوم، وربنا يقول هل من سائل فأعطيه. اللي ملوش ذنوب ينام. ريح دماغك، نام نام آخر مرة.